لا انا ولا مره بحياتي شفت كذي، بس الموقف وايد يعصب. ملابسي قاعد اقطهم بالزباله، قاعدين يطلعونهم من الزباله وياخذونهم. فرح الهادي تكتشف تعرضها للسحر وتتوعد المراه المتسببه في ذلك. ملابسي بقطهم الزباله ببيتنا القديم انا للحين. لا شيء حر، يعني واقفين ناطريننا برا ولا شنو؟ مره متحجبه ولابسه عبايه، طلعت ملابسي من الزبالة، من كيس الزبالة، وخذتهم سيارتها بيضة. عبرت الفنانة الكويتية فرح الهادي عن مدى استيائها وغضبها الشديد عقب اكتشافها أخذ امرأة لملابسها الخاصة من الكمامة واستخدامها في صناعة سحر ضدها حسب قولها. راح أطلع كاهي الكاميرا للحين موجودة، راح أطلع. ما أدري، واقفة ناطرتني سايكو. وتوعدت فرح الهادي المرأة المتسببة في ممارسة السحر ضدها بملاحقتها ومعاقبتها، كما اتهمتها بأنها تعاني من أمراض نفسية بسبب فعلها هذا، وأرجعت كل ما حدث لها إلى أفعال هذه السيدة التي توقع المتابعون أنها الدكتورة خلود، وقالت إن كل التعب الذي أصابها في حياتها السابقة ومرضها كان بسبب السحر. سؤال، يعني أنا ما أدري أنت إيش دراك إن أنا قاعدة أطلع ملابس ما بيهم زين، ممكن ملابس محترقة، ملابس وسخة، اللي بتبرع فيه قاعد تبرع فيه، واللي بقطة بقطة كيفي بقط يا بسيارتك، يعني مو اللي أوكي إذا أحد محتاج يبين من شكله إنه محتاج، بس يا بسيارتها البيضة جيب ونزلت وتبطل زبالة، أصلاً شكلك غلط. المهم هذا إنذار، لا حد يقرب صوب بيتي لأن كاميرات للحين قاعد تسجل. مر علي أشكال مريضة بس كذي أنا ما شفت، عيل أنا ما استبعد إن كل اللي صار بحياتي الفترة اللي طافت، فترة الحساسية والمرض والتعب، بسبة أحد كذي مسوي سحر، بس حالياً ما يمشي علي شيء.